أنتقل في هذه المرة إلى الأستاذ رائد بدوية، أستاذ القانون الدولي. أهلا ومرحبا بك ضيف معنا في هذه التغطيات. أهلا وسهلا بك يا هلا. نتحدث عن عدة محاور أستاذ رائد، وأولى هذه المحاور نتحدث عن مجلس الأمن الذي ينتظر موقف واشنطن ليصدر قرارات بشأن قطاع غزة، وهذا التصويت قد أرجئ عدة مرات في مجلس الأمن، فكيف تنظرون أو كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع قانونيا وبالقانون الدولي؟ يعني مجلس الأمن ما قدرش يمرر أكثر من مسودة قرار سابقا، بعتقد أنه هلأ في محاولات جدية نوعا ما لتمرير صيغة قرار يعني تقبل فيها أمريكا، خاصة أن أمريكا رفضت فكرة بداية وما زالت تصر على رفض فكرة قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية والاعتداءات في قطاع غزة بشكل دائم، وما زالت بجوز تنازلت شوي على فكرة إدانة حماس، لأنه المسودة الإماراتية اليوم يعني تدين الصدر بالمدنيين وقصف المدنيين، وهذا يفهم على إطلاقه سواء المدنيين إسرائيليين أو المدنيين فلسطينيين، وبالتالي بعتقد يعني تقبلت أمريكا هذا الفكرة. ما زالت الفكرة أيضا موضوع أنه مين يدخل المساعدات المدنية، القرار يدعو مؤسسات أممية، وهذا اللي بترفضه أمريكا، بترفض إسرائيل أنه مؤسسات أممية تابعة للأمم المتحدة هي اللي تدخل المساعدات وتتولى هذا الأمر. أنا بعتقد أنه في صيغة راح تكون مقبولة نوعا ما على الغالب إن شاء الله، نتمنى، خاصة أنه صيغة بتقول أنه وقف هدنة مؤقتة والدعوة والعمل الجاد على هدنة دائمة، هذه ممكن الصيغة تكون مقبولة نوعا ما للأمريكان. وبكل الحالات سواء توصلت المجلس، للأسف توصل المجلس لقرار بصيغة مقبولة للأمريكان أو لا، يعني لا يوجد أي آلية لإلزام إسرائيل في تنفيذ هذا القرار إلا إذا أرادت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على الإسرائيليين من أجل تنفيذ قرار زي هيك. هل تنسيش أنه في تغير نوعا ما في الموقف الأمريكي فيما يتعلق في حجم القصف وكثافته؟ الأمريكان يعني بوصلوا هذه الرسالة الإسرائيليين بفضل الانتقال لمرحلة أخف، ولكن دعني أسلط الضوء على الموقف الأمريكي أستاذ رائد، عذرا على المقاطعة، يعني إلى أي مدى أمريكا اليوم هي في مأزق بعد أن أعطت الضوء الأخضر وهي من تملك المفتاح في حربها على قطاع غزة، وهي من تملك مجريات الأمور في الحرب على قطاع غزة؟ يعني هي بيدها أن تقول لإسرائيل توقفي، إسرائيل ستسمع كلام أمريكي، ولكن هناك انتخابات أمريكية قادمة، هناك استطلاعات للرأي تفيد بتراجع شعبية بايدن، هناك استطلاعات تقول بأن القليل جدا من يؤيدون، 11% من المجتمعات الأمريكية في بعض الاستطلاعات بأنه لا تؤيد، هي فقط من تؤيد عفوا إدارة بايدن لمجريات الأحداث في قطاع غزة. يعني كيف تقرؤون أيضا هذه المشاهد في ظل الموقف الأمريكي وكل هذه الضغوط أيضا التي تمارس على أمريكا ودولة الاحتلال لإيقاف هذه الحرب؟ يعني هناك أكثر من عامل، سواء عامل بداخل أمريكا متعلق بالانتخابات الأمريكية الرئاسية والاستطلاعات الرأي اللي ذكرتها حضرتك، هناك أيضا أصوات ديمقراطيين وقيادة سياسية في الديمقراطي بحزب الديمقراطي بلشوا برضو يحكوا عن فكرة الطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل أكثر في موضوع تخفيف العدوان والوصول. هناك أيضا فئة من الشباب الديمقراطي، فئة الشباب في الحزب الديمقراطي وفئة الشباب حتى في المجتمع الأمريكي بشكل عام، وكلهم تنسيش نمو دول أصوات يعني لهم حق التصويت في الرئاسة الأمريكية، استطلاعات الرأي اللي حكيت فيها، الأقليات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء الأقليات المسلمة أو حتى الأقليات الأفريقية برضو طلعت في مظاهرات وما زالت يعني تصرح ضد الدعم الأمريكي، هذا من جانب. من جانب آخر التوترات الموجودة في الشرق الأوسط واللي بتهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، سواء بالقواعد الأمريكية في العراق أو القواعد الأمريكية في سوريا وحتى في اليمن، وتهديد السفن المتوجهة إلى إسرائيل أو الإسرائيلية نفسها، وهناك خوف وقلق أمريكي فعلا من موضوع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وهناك أيضا قلق أمريكي أيضا في
فكرة خسارة حلفاء التقليديين في الشرق الأوسط من بعض الدول العربية على كل وتوسع رقعة الصراع إقليميا، يعني هجمات الحوثيين أيضا، تراجع السفن القادمة، يعني ميناء إيلات تراجع بنسبة 85% أيضا، يعني هذا الموضوع، وأيضا الحرب في جنوب لبنان، يعني كيف أيضا تقرؤون التوسع، توسع رقعة الصراع إقليميا؟ يعني واضح أنه في تصعيد في هذه التوترات، في التوترات، آسف، هذه الموجودة في الشرق الأوسط، وهذا بخوف الأمريكان أكثر، لأنه الأمريكان مش معنيين أنه تفشت الأمور في الشرق الأوسط، هذا بيهدد مصالحهم. تنسيش أنه الشرق الأوسط هو يعني غني بالمصادر الطاقة، وبعد الأزمة الأوكرانية الروسية صار الحاجة للطاقة في الشرق الأوسط أكثر وأكثر، فهذا كله بيخوف الأمريكان. بس برضو في عامل رئيسي آخر بيخوف الأمريكان ويشكل عامل ضغط عليهم أكثر، اللي هم فكرة أنه الكيان الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف حتى اللحظة، يعني هم أعطوا الوقت الكافي ليحقق أهداف معينة عسكرية وغيرها، ولحتى اللحظة لا يشكل أي لا 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 يحقق أي أهداف عسكرية على أرض الواقع، بل بالعكس مزيد من الخسائر. حتى موضوع الرهائن مش قادر يعني يحررهم بعمليات عسكرية، وهي راح لجولة مفاوضات جديدة. وأيضا في مسألة بتقلق الأمريكان أكثر من غيرها بعتقد في الداخل الإسرائيلي، متعلق في نتنياهو نفسه وحكومة اليمينية، التي ترى الإدارة الأمريكية أنه الاستمرار في الحرب هو مش لتحقيق أهداف عسكرية بقدر ما هو لتحقيق أهداف سياسية مرتبطة بنتنياهو والليكود وحكومة اليمين. وعشان هيك بجوز بايدن صرح بشكل مباشر أنه هو يطالب نتنياهو بتغيير حكومته، لأنه واضح أنه الاستمرار بالحرب هو يخدم الأجندة الحكومة اليمينية ويخدم مصلحة نتنياهو شخصيا، مش مصلحة ما يسمى بدولة إسرائيل. أعتقد هذا برضو تخوف آخر. وبرضو هناك تنسيش المعارضة السياسية في داخل الكيان الإسرائيلي من لبيد وغيره، صارت برضو أيضا في الحراك المدني والحراك الشعبي في داخل إسرائيل. يعني في عوامل كثير حتى في بتقلق الأمريكان من الداخل الإسرائيلي، هذا كله على بعضه، سواء عوامل أمريكية داخلية أو عوامل في الشرق الأوسط أو عوامل في داخل إسرائيل وارتباط الحرب أو ارتباط العدوان في المصالح اليمين، كلها بعتقد عوامل من شأنها على القليلة لو ما تخليش أمريكا تضغط لوقف هذه الأدوار على القليلة تسرع في إنهائه. وهلا موضوع الورقة الرابحة الوحيدة لدى المقاومة أيضا اللي هم الأسرى المحتجزين، المحتجزين او الاسرى الاسرائيليين الموجودين بقطاع غزه، بعتقد انه وشرط حماس بوقف العدوان، بعتقد انه كلها راح تكون يعني عوامل ضاغطه. ويعني خلينا ارجع لك للموضوع الاول، عوامل ضاغطه تضغط على امريكان ممكن يمرروا قرار في مجلس الامن، وبرضه ممكن يؤمر الاسرائيليين على القليله بتخفيف حده الصراع يعني العوده وسحب الدبابات والقوات البريه ووقف القصف الجوي وما إلى ذلك، والاقتصار على عمليات بيسموها الأمريكان عمليات مركزة جراحية أكثر، اللي هي تستهدف فقط القيادة حماس في غزة وتستهدف فقط الأنفاق وتحرير الرهائن. أنا أعتقد كل هذه الظروف مجتمعة، سواء أمريكية من جانب أو إسرائيلية من جانب آخر وإقليمية، بعتقد كلها بتخلينا نقول إنه العدوان على قطاع غزة يعني على القليل لو ما انتهاش قريبا بس حدته راح تنتهي قريبا. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رائد بدوية، أستاذ القانون الدولي، كنت معنا ضيف في هذه التغطيات، شكرا جزيلا لك ولمتابعتك بخصوص الموقف الأمريكي والضغوط التي تمارس من أجل إنهاء هذه الحرب.